وإننا نقف اليوم نبعث برسالة تؤكد أن مصر مستمرة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية والإنجاز بفضل إرادة أبنائها المخلصين منذ بدايات القرن الحادي والعشرين. وتأتي فلسفة العمل في منطقة القاهرة التاريخية المسجلة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1979 من الاقتناع التام بأن تلك المدينة العظيمة قد تكونت وتشكلت عبر عصور خالدة من تاريخ مصر الإسلامية، فتتبعت العواصم العسكرية النادرة من البسطاط والعسكر والقطائع وقاهرة المعز، ثم قاهرة القرن التاسع عشر والتي اصطلح على تسميتها بالقاهرة الخديوية. عانت هذه المباني التلاف من تدهور نتيجة تسرب ارتفاع الرطوبة وتكون الأملاح وتلف التأسيات الرقمية والعناصر المعمارية المختلفة، بحيث شملت أعمال الترميم الدقيق والمعماري تقوية العناصر التالفة مع تدعيم وصلب القدرة. في النهاية التحية والتقدير للقائمين على مشروع القاهرة التاريخية من مهندسين ومرمومين وأثريين لما بذلوه من جهد يجعلنا نفخر اليوم بإنتاج عملهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.